بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 225، فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك وما نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. إذا كان موحد ومتبع للكتاب والسنة يثبته الله. اللهم ثبتنا يا رب العالمين في الدنيا والآخرة. وأما المرتاب أي المتشكك والعياذ بالله، فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد أي مطرقة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصائق. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. اللهم أعذنا من عذاب القبر وعذاب النار يا أرحم الراحمين. قوله: ومن الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر، إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة، أركان الإيمان التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيماناً تاماً كاملاً لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر. قال المعلق: في هذا التعبير نظر من وجهين، أحدهما أن ظاهره يقتضي تقسيم ما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بوقوعه إلى قسمين: ممكن ومستحيل، وهذا خطأ. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واقع، ليس فيه مستحيل، فإن ما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بوقوعه لا يمكن أن يكون مستحيلاً، إذ لو فرض أنه يجوز أن يكون مستحيلاً لم يكن صادقاً في ذلك، بل يكون كاذباً نعوذ بالله. فجميع ما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بوقوعه إما ممكن وإما واجب، ليس غير. الثاني: إن تعليق وجوب الإيمان
بما كان ممكناً من أخبار الصادق مثار للتكذيب والتحريف، إذ كل من تصور أن هذا الشيء مستحيل أمكن على هذا الضابط أن يرد خبر الصادق، لأن هذا الضابط يقتضي تعريق وجوب الإيمان بخبر الصادق بما إذا كان الشيء ممكناً. ومن أجل هذا الضابط كذب كثير من أهل التعطيل الجهمية والمعتزلة بأحاديث نقلها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرفوا ما لا يمكنهم تكذيبه بناء على ظنهم أن مدلول هذه النصوص مستحيل. وحينئذ فالصواب أن يقال: وكل ما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بوقوعه فإنه يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، لأن الصادق لا يمكن أن يخبر بوقوع مستحيل. قاله ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم واقع لا محالة. فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله، أي بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أهل المروق، أي الخروج عن الإيمان والإلحاد، من الفلاسفة والمعتزلة، فينكرون هذه الأمور، نعوذ بالله، من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك، بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه، وهذا قول باطل. الأصل اتباع الكتاب والسنة، العقل قاصر ما يدرك كل شيء. الإيمان بالكتاب والسنة هو الفرض الذي على المؤمن، العقل ليس بحاكم، والعقل قاصر ما يدرك كل شيء، لا بد من التقيد بالكتاب والسنة. وهم الفلاسفة والمعتزلة يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، وهذا قول باطل. إذا صح سند الحديث وجب الإيمان به، وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها، أي يغير المعنى، فيجب أن نؤمن بجميع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور القبر وأمور الآخرة. والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في، أي بالفتنة التي تكون في القبر. اللهم أعذنا من فتنة القبر وعذاب النار. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، هذا معنى الفتنة في الأصل، أن يوضع الذهب في النار حتى يخرج التراب وغيره منه، ثم استعملت في الاختبار والامتحان. في الاختبار يتبين المؤمن من غيره، وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الله عز وجل أخبر عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا صباحا وعشيا، فهذا من عذاب القبر. وقوله سبحانه عن قوم نوح عليه السلام: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. وقوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال المعلق: ضعيف الحديث، سنده ضعيف. رواه الترمذي رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال: غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وقال ابن عساكر رحمه الله في معجم الشيوخ: غريب جدا من هذا الوجه. وضعف إسناده ابن رجب رحمه الله في التخويف من النار. وقال ابن حجر رحمه الله في تخريج الكشاف: رواه الترمذي رحمه الله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وهو ضعيف. وقد ضعفه من قبله شيخه العراقي رحمه الله في تخريج الإحياء، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. نعوذ بالله من عذاب القبر وفتنة القبر. والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا إرزبة بالهمزة والتشديد. نعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين: اللهم ارحمنا برحمتك، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعل، عراة بلا ثياب، غرلا غير مختونين، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق: اللهم ارحمنا وأنت خير الراحمين. فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. اللهم أجرنا من النار. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللهم استرنا بسترك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. قوله وتقوم القيامة يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص احترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت. قيامة الإنسان الصغرى عند الموت، وأما القيامة الكبرى فهي يوم القيامة. كما في الخبر: من مات فقد قامت قيامته. قال المعلق: ضعيف مرفوعا، رواه أبو نعيم في حلية الأولياء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث ضعف إسناده العراقي رحمه الله في تخريج الإحياء، والألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض صعيدا درزا، والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورة التكوير والانفطار. في سورتي التكوير: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، فينبت فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. قال المعلق: العجب بفتح العين هو العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب، العظم اللطيف
الذي في أسفل الصلب، وهو رأس العصعص، وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع. وتشبيه المطر بمني الرجال ورد في حديث ضعيف، انظر شرح الطهاوية، وتقييده بأربعين يوم ورد في حديث ضعيف أيضا، انظر البعث لابن أبي داود رحمه الله. والذي ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما بين النفختين أربعون، وأبى أبو هريرة رضي الله عنه أن يحددها بيوم أو شهر أو سنة، والله أعلم. حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل عليه السلام بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأجداث أي من القبور أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. ويقول المؤمنون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون عليهم الصلاة والسلام. ثم تحشرهم الملائكة عليهم السلام إلى الموقف حفاة غير منتعرين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، جمع أغرل وهو الأقلف، والغرلة القلفة التي تقطع عند الختان. وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم عليه السلام كما في الحديث. يشير قال المعلق يشير إلى ما رواه البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه السلام. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه، العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته وهي العظام التي في المنحر في النحر، كل على قدر عمله، ويكون أناس في ظل الله عز وجل. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء، أي طلبوا من الرسل والأنبياء أن يشفعوا إلى الله أن ينقذهم مما هم فيه، وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقولوا أنا لها، ويشفع فيهم، يأتي إلى باب الجنة فيطرق الباب فيسأل فيفتح له فيرى الله فيسجد لله سجودا لا يعلم مقداره إلا الله، فيقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. والله يحد حدا فيشفع لهم بعد أن يأذن الله له. والشفاعة الكبرى أن يطلب من الله أن يقضي بين العباد. فينصرفون إلى فصل القضاء: اللهم هون علينا كربات الدنيا والآخرة وارحمنا يا أرحم الراحمين. وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، وهي موازين
حقيقية، كل ميزان منها له لسان وكفتان، ويقلب الله أعمال العباد وهي أعراض أجساماً لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة ونتوب إلى الله من السيئات. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وأما من أوتي كتابه بشماله أو من وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. قال المعلق: قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي بشماله من وراء ظهره، تثنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك. انظر تفسير ابن كثير رحمه الله سورة الانشقاق. وأما قوله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فعلينا أن نتقي الله ونحذر المعاصي ونتوب إلى الله. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. وأما قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فقد قال الراغب أي عمله، طائره أي عمله الذي طار عنه من خير وشر، ولكن الظاهر أن المراد بالطائر هنا نصيبه في هذه الدنيا وما كتب له فيها من رزق وعمل، كما في قوله تعالى: أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، يعني ما كتب عليهم فيه. قال المعلق: وهذا الذي رجحه ابن كثير رحمه الله، طائره أي عمله. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. اللهم اجعلنا منهم واسترنا يا رب العالمين. وأما الكفار نعوذ بالله فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. قوله: ويحاسب الله الخلائق، المراد بتلك المحاسبة تذكيرهم وإنباؤهم بما قدموه من خير وشر، أحصاه الله ونسوه. قال تعالى: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث الصحيح: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، أوليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال: إنما ذلك العرض،
الحساب اليسير يعرض الأعمال على العبد ولا يناقش، ولكن من نوقش الحساب يهلك. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا رب العالمين. وأما قوله ويخلو بعبده المؤمن، اللهم اجعلنا منهم، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الله عز وجل يذني يقرب منه عبده المؤمن، اللهم اجعلنا منهم، فيضع عليه كنفه ويحاسبه فيما بينه وبينه ويقرره بذنوبه ويقول فيقول: ألم تفعل كذا يوم كذا؟ ألم تفعل كذا يوم كذا؟ كل شيء مؤرق، اللهم استرنا، اللهم اغفر لنا. حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأما قوله فإنه لا حسنات لهم، يعني الكفار، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال الكفار هباء منثورا لا تقبل بسبب كفرهم. وقوله: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. نعوذ بالله من الكفر. والصحيح أن أعمال الخير التي يعملها الكافر يجازى بها في الدنيا فقط، حتى إذا جاء يوم القيامة وجد صحيفة حسناته بيضاء، أي لا شيء فيها، وقيل يخفف بها عنه من عذاب غير الكفر. الكافر هالك والعياذ بالله، نعوذ بالله من الكفر والشرك والنفاق والضلال يا رب العالمين. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبداً. اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم بفضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات.